المشهور لعله في الذاكرة الحسينية في المقاتل وربما في العزاء وربما في الشعر، أن الإمام الحسين عليه السلام كان محرما فأحل من إحرامه وذهب إلى خارج مكة، كان محرما فأحل من إحرامه، وبعض الشعراء يقول قد حل من إحرامه خوف العدا، هذا المعنى متكرر في ألسنة الشعراء وربما في المقاتل وغيرها، إلا أن هذا ليس موافقا للتحقيق وللروايات، وإنما ما هو موافق للتحقيق والروايات أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن محرما ولم يكن على عمرة تمتع، وإنما كان قد أخذ عمرة مفردة، وعندما أراد الخروج من مكة كان محلا بالكامل. أما أنه لم يكن معتمرا عمرة تمتع، تعلمون وهذا بحمد الله معروف لديكم وللمؤمنين أن الحج عندنا يتكون من قسمين هما في الواقع عبادة واحدة، عمرة التمتع ثم يتحلل الإنسان ثم يحرم لحج التمتع، والحج هو الوحيد اللي فيه عمل من قسمين منفصلين في الوسط بينهم فاصلة، ما عندنا شيء غير الحج هكذا، يعني ما تقدر صلاة الظهر مثلا تصلي ركعتين وتروح إلى أشغالك بعدين تيجي تكمل الركعتين الأخريين، أو الصوم مثلا تصوم مقدار وتعطل بعدين تكمل، الحج هذا موجود فيه. والمعتمر عمرة تمتع مرتهن بالحج، ولذلك رأى بعض علمائنا أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من مكة إلا محرما، وإن كان الرأي المشهور الآن بين فقهائنا أنه إذا اطمأن بعودته لإكمال الحج يجوز له أن يخرج. المهم، فالإمام الحسين عليه السلام لم يكن محرما بعمرة التمتع، وما قاله بعضهم من أنه كان محرما بعمرة التمتع ثم أضاف إليها طواف النساء وصلاته وتحلل بذلك هذا غير صحيح. ليش؟ لأنهم يقولون أنه لو أن إنسانا في عمرة تمتع بعدين صد من قبل ظالم، فهذا إنسان راح يعتمر عمرة التمتع بعد ما خلصها جاء ظالم ومنعه من إكمال المناسك، هذا بعد ما يحتاج إلى أن يطوف طواف النساء وليست وظيفته ذلك، وإنما فقط يفدي دما يذبح شاة وبالتالي يتحلل خلاص، والإمام الحسين لم يصنع هذا الشيء. وعمرته المفردة كانت مبكرة، إما في أوائل ذي الحجة أو ربما حتى قبل ذي الحجة، وعندما صار مثلا يوم السابع أو يوم الثامن هو كان محلا، لم يكن محرما لا بعمرة مفردة ولا متحللا من لا بعمرة تمتع ولا متحللا من عمرة تمتع، وإنما كان محلا إحلالا تاما باعتبار أنه اعتمر عمرة مفردة، أولا لأن التحلل من عمرة التمتع إنما يكون بذبح شاة ولم يؤثر أن الإمام الحسين صنع ذلك، بالإضافة إلى الروايات الواردة